هنا بجارج بيلات بولاية تندوف. تتسارع الخطى لوضع أولى لبنة إنجاز مصنع المعالجة الأولية لخامة الحديد على مساحة تزيد عن 9 هكتارات وبسعة إنتاجية تقدر ب4 مليون طن سنويا. غرض الإسراع في فتح ورشة إنجاز مصنع المعالجة الأولية بمستوى الموقع التي ستكون سعتها 4 ملايين طن سنويا وتتربع على مساحة 10 هكتارات. مشروع استراتيجي ضخم وبنية تحتية ضرورية لتحريك العملية الاقتصادية والصناعية بالمنطقة، تولي لها السلطات المحلية أهمية بالغة وترافقها بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإنجاحها. الهدف من هذا الإنزال اليوم هو قضية الانطلاق في المشروع إنجاز المصنع المعالجة الأولية لخام الحديد بغارج بيلات. اليوم متواجدين معنا كما الشركة الصينية مؤسسة سون ستيل رفقة مؤسسة فيرال ورئيس المشروع اللي جاوا اليوم. اليوم راح إن شاء الله ينزلوا إلى غارج بيلات من أجل التعرف على المكان وتحليل جميع المعطيات المتعلقة إن بتوفر المواد إن ما يتعلق بكذلك إنجاز السكة الحديدية. لبنة توضع هنا بمنجم غارج بيلات وأخرى هناك في مكان آخر من هذا الوطن العزيز لبناء اقتصاد جزائري متكامل متحرر من كل تبعية أجنبية.